خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه. معكم المحلل التقني رزاف ظهري من شركه تكمل. بهذه الجلسه رح نقوم بتحليل تقني وطبعا باستعمال الرسوم البيانيه نقدر نحدد بعض فرص الاستثمارات اللي ممكن تكون موجوده عندي على منصه التداول. بالنسبه لي طبعا وفي هذا الاسبوع كان عندي فرص الاستثمار ومعظم الاستثمارات على الازواج الرئيسيه اللي بتبتدي بزوج الدولار الامريكي، وطبعا هذا الشيء منه صدفي لانه نحن كمضاربين بنحب التقلبات، بنحب الفولاتيليتي لنقدر نجني بعض الارباح. وبهذه الحاله الدولار الامريكي كان محرك للسوق بهذا الاسبوع، فبهذه الحاله كانت معظم الفرص الموجوده عندي ان كان بالدولار كاد او بالدولار يان او بمعظم العملات الرئيسيه. بالنسبه لي وقبل بدايه هذه الجلسه حابب امر على الاجنده الاقتصاديه وطبعا نشوف ابرز واهم الاخبار اللي ممكن تكون موجوده عندي بجلسه اليوم. اليوم ب 14 نوفمبر راح نشوف، خلينا نقول معظم الاخبار اللي عندي اياها هل يا ترى هي اخبار مهمه او ممكن طبعا توقع بعض التقلبات البسيطه. عندي سي بي اي على استرليني دولار اللي هو طبعا ممكن يتوقع بعض التقلبات العاليه والفولاتيلتي، بما انه بريطانيا هي من البلدان هلا اذا بدكم او من الدول اللي هي حابه ان تخرج من الاتحاد الاوروبي من وراء الضغط السلبي اللي عم بقدمه الاتحاد الاوروبي وضغط العمله الاوروبيه الموحده اليورو دولار. فبهذه الحاله ما بدهم يضلهم بهذا النفق اذا بدكم الغامق اللي هو يتوقع انه المحللون انه يكفي على المدى الوسط للطويل والضغط السلبي لليورو دولار طبعا على المدى الوسط للطويل. فبهذه الحاله بريطانيا والبريكزيت كانوا معظم الاشياء اللي كانوا عم يتداولوا اذا بدكم بين الاعلام بالسنه الماضيه، ولكن ما حصل هذا البريكزيت. وطبعا شهدنا بعض التقلبات الضخمه على استرليني دولار وانخفاضات ضخمه من مستوى ال 150. ولكن هل يا ترى هذه السنه طبعا ممكن نتفاجئ بالبريكزيت؟ طبعا ممكن. بالنسبه لجلسه اليوم اخبار على استرليني دولار مهمه، اخبار على الدولار اندكس مثل السي بي اي او الكور سي بي اي، ما عندي اي شيء مهم على الدولار كاد او الدولار ين لانه نحن عندنا مراكز بيع فيهم، مراكز بيع الدولار كاد والدولار ين. فنتوقع عندي الكرود اويل انفنتوريز اللي هن اليوم، ولكن نتوقع انه من وراء هذه الفولاتيليتي اللي شهدناها امس على اسعار النفط والانخفاضات الضخمه اللي عم نشهدها بالجلسات اليوميه على اسعار النفط، لا اتوقع انه ممكن نشهد ايضا بعض التقلبات والفولاتيليتي المرتفعه. يعني هل يا ترى ممكن طبعا يعني نقدر نتداول باسعار النفط وايضا اليوم على المخزون يتحرك اكثر من 100 او 200 نقطه بشك؟ فبهذه الحاله الفولاتيليتي اللي اوريدي شاهدناها طبعا اليوم ممكن نبتدي ماكسيموم بموجه الصحيه كحد اقصى. بالنسبه للاسترالي استاذ محمد صباح الخير، كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. الاسترالي دولار يعني هو طبعا من العملات الرئيسيه عم بيكونوا بطيئين بعد الشيء بالتحرك، منه شوي منه ما عم بيكون سريع مثل الاسترليني واليورو دولار اللي هي ممكن تكون اذا بدكم محرك للسوق. اما الاسترالي دولار هو الكوموديتي اندكس، هو كان يعتبر قديما من محرك السوق. اذا بنلاحظ من وراء هذه الموجه التصحيه وطبعا ارتفاع معين بموجات اندفاعيه عم نلاحظ هذا الانخفاض هو يعتبر تصحي ونتوقع تكمله الاتجاه الصاعد، ولكن ادنى مستويات خلينا نقول الاسترالي الدولاري اللي هي هذه المستويات، وبما انه عندي نمط احتوائي وهذه طبعا شمعه ايجابيه شهدناها بجلسه امس، فبهذه الحاله اتوقع تكمله اتجاه الصاعد وزياره مستوى 0.72 90 على المدى الوسط للقصير، يعني بالجلسه بجلسه اليوم او بجلسات القادمه اللي هي غدا وبعد غد. فبهذه الحاله اتوقع تكمله اتجاه الصاعد للاسترالي دولار، واتوقع انه لازم يكون وقف خسارتي تحت اخر قاعه تسجل عندي اللي هي 0.71 60 يعني 40 نقطة، وطبعا بهذه الحالة من وراء النمط الاحتواء اللي تم تسجيله عندي. فنتوقع انه ممكن هذه الموجة تعتبر موجة تصحية اللي هي الموجة الرابعة اللي قد انتهت او انتهينا منها. فاذا بنعد موجات اليوت على هذا الارتفاع ممكن يكون عندي هلا الموجة الرابعة قد انتهينا منها، عندي ويف 1 ويف 2 1 2 3 4 5 ويف 3 ونتوقع انتهاء موجة الام 4 على هذه المستويات وارتفاع الموجة الخامسة على المدى الوسط للقصير، يعني أتوقع تكمل اتجاه الصعد من هذه المستويات أو من مستويات الـ 7180. أنا كمضارب لا أقدر أحدد فرصة استثمار مميزة بدخل على رسم بيانة 30 دقيقة، على طول بتلاحظوا كيف ببلش بالاستثمار على رسم بيانة الأسبوعي اليومي وبرجع بنخفض لرسم بيانة 30 دقيقة أو 15 دقيقة كمضاربة. فبهذه الحالة أتوقع إذا في حال بدي آخذ بعين الاعتبار من آخر قاع لآخر قمة مستوى فيبوناتشي، مستوى الـ 50% اللي تم لمسه مهم جدا، وايضا ممكن يكون عندي مستوى ال 61% يعني هي 7191
يعني انخفاض 10% من هون، او كحد اقصى مستوى 7181 اللي هو مستوى ال 76.4%. هذه المستويات مستويات ال 61.8 وال 76.4، اذا انخفض لهم الاسترالي دولار نتوقع انه ممكن نبتدي بمرحله ايجابيه وبسيناريو ايجابي. فهذه المستويات هي مناطق شراء للاسترالي دولار، وطبعا مع وقف خساره او مع ستوب لوس تحت اخر مستوى او تحت اخر قاعه سجل عندي اللي هي عم نتكلم على هذه المستويات. اوكي ستوب لوس. اوكي فبهذه الحاله هذا ستوب لوس او وقف الخساره مع مستويات مهمه جدا، اوكي اللي هو تحت اخر قاعه سجل عندي مستوى 07160 او 7160، واذا في حال كفى اتجاه الهابط هلا بعد 10 او 15 بيب راح ادخل بمركز شراء. وطبعا شكرا لاستاذ محمد اللي هو اعطينا اذا بدكم الفرصه لنقدر طبعا نقدر نلاحظ على فرصه الاستثمار على الاسترالي دولار. استاذ انتول جي بي بي نيوزيلاند، جي بي نيوزيلاند هو من العملات الرئيسيه المخيفه، اصبحت بالفولاتيلتي والتقلب الضخم جدا، فبهذه الحاله كان عندي شيء يلقب بالكريزي كروس اللي هو الاسترليني ين او جي بي بي جي بي واي، ولكن بالوقت الحالي الجي بي نيوزيلاند انا بالنسبه لي التقلبات والخطوره فيه صارت اكثر من جي بي جي بي واي والكريزي كروس. طبعا مثل ما بتعرفوا نبتدي على رسم بين الاسبوعي واليومي لنرجع نحدد موجات ارتفاع ونشوف نحن باي موجه هلا. بالنسبه للموجات التصحيه اتوقع انه ممكن نكون عم نزور هلا مستويات مهمه جدا على استرليني ين على رسم بين الاسبوعي، واذا بدي اخذ بعين الاعتبار اخر قاعه تسجل عندي هلا ممكن طبعا نكون عم نواجه اذا بدكم بعض خطوط الدعم قرب هذه المستويات او حتى بعد مستويات اقل، يعني مستوى 188.27. بعرف انه بعيده بعض الشيء، ولكن هذا الشيء طبعا لازم ناخذه بعين الاعتبار لانه الفولاتيلتي والتقلبات فيها عم تكون ضخمه جدا. نفق ميل على ارتفاع، يعني موجه تصحيه، يعني بدايه موجه بابورد شانل من هذه المستويات 188 اللي هي تعتبر خلينا نقول او رح تعتبر مستويات مهمه جدا، ممكن يتوقع مركز شراء قرب هذه المستويات. الارو بروبرتيز خلينا نخليه شوي ضخم باللون الاحمر، ممكن يكون افضل باللون الازرق. اوكي وبهذه الحاله طبعا نتوقع لكن الارتفاع من هذه المستويات وبعد زياره مستوى او خط مستوى الدعم اللي هو على رسم بين الاسبوع، يعني ما فينا ما ناخذه بعين الاعتبار ونحترمه لهذا الخط، فمستويات لمس مستويات 188.27 هي مستويات شراء لبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد. وطبعا اذا بدي اخذها بعين الاعتبار واخذ انه هون موجه اي اللي هي اذا بدكم يعني خليني اقول تسمى او تلقب ب دبليو اكس واي، اوكي اللي هي هون اول موجه اي او بيج ويف، اي بيج ويف بينخفضنا فيها، ويف سي رح يكون فيها خمس موجات ارتفاع اللي هي 1 2 3 4 واتوقع ارتفاع 5. فممكن يكون عندي بعد ارتفاع من مستوى 101.88 اخر موجه ارتفاع لويف 5، ومن ثم ثلاث موجات تصحيح لزياده مستوى 180 على المدى الوسط وعلى المدى الطويل ارتفاع، فبكون عندي ايضا بيج دبليو قرب انتهاء هذه المستويات واكس وواي. اوكي فهذه هي الموجات التصحيح اللي نتوقعها على المدى الوسط للطويل لاسترليني نيوزيلندي، انخفاض ومن ثم ارتفاع ل 2.10، هذه المستويات المنتظره من على المدى الوسط القصير للوسط. طبعا استاذ سمير صباح الخير، صباح الخير. تحليل النفط على المدى القصير طبعا انت بتعرف انه صعب جدا، ولكن رح نجرب نقوم بتحليلها باستعمال موجات اليوت ونشوف اذا ممكن يكون عندي بعض الرسوم البيانيه او بعض النقاط المهمه. بالنسبه لالي اسعار النفط انتم بتعرف انه احنا كنا عارفين انه عنده انخفاض ويف بي لزياره مستويات ال 40 دولار او 45 دولار، يعني باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه اتوقع انه يكون عندي خلينا نقول هلا انخفاض ويف بي اللي هي رح نزور فيها مستويات ال 46 دولار ومستويات ال 76.4%. هلا بالنسبه لالي اللي هي 38 دولار، بالنسبه لالي انا رح نكفي اتجاه الهابط لزياره مستويات تقريبا ال 52 او 52 او تقريبا بين مستويات 52 و 49 دولار، هذه هي المستويات المنتظره لاسعار النفط بالمراكز الحاليه. من وراء انخفاضها وزياره هذه المستويات اللي هي تعتبر خلينا نقول خطوط دعم، وما في شك انه عندي مستويات مهمه جدا لاسعار الذهب او عفوا اسعار النفط، باخذ بعين الاعتبار خلينا نقول هذه المستويات اللي هي مستويات المقاومه كانت عندي، خليني احدد لكم اياها هذه المنطقه اللي هي كانت صعبه على اسعار النفط اللي هي ابتدينا نتلامس معها. يعني اذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار هذه المراحل، اوكي وبتلاحظوا اسعار الـ خليني نقول اوكي النفط كانت عم بتواجه بعض الصعوبات على هذه المستويات. اوكي خلينا بس نحدد باراميترز او شكل
هذه الاروز كرمال نكون عم نقدر نستعملها بشكل واضح، اوكي. لكن عندي هذه المستويات اللي هي كانت تعتبر، خلينا نقول، مستويات مهمه على اسعار النفط مستوى 52 دولار، وبالفعل هلا عم نرجع نشهد اذا بدكم بعض خطوط الدعم ايضا قرب هذه المستويات. فبالنسبه لي طبعا اسعار النفط نتوقع انه هون ممكن تلاقي بعض خطوط الدعم، ونبتدي بالموجه التصحيحيه البسيطه لمستويات 38.2% قبل ما نكفي اتجاه الهابط. 38.2% عم نتكلم على مستويات ال 57 57 90 او مستوى 58 كحد اقصى، فارتفاع 200 نقطه من هذه المستويات ممكن يكفي اتجاه الهابط لزياده مستوى 49 دولار. وهون بنكون انهينا خمس موجات انخفاض على اسعار النفط، ومن هناك بدنا نبتدي ويف بي او الموجه التصحيحيه التاليه، اللي هي نتوقع ويف بي ثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي، اوكي، بهذا الشكل اي بي سي، ونتوقع تكمله اتجاه الصاعد لزياده مستوى ال 65، ومن ثم ضغط سلبي للاسف عن جديد لتثبيت مستويات ال 39 دولار. هذا هو سيناريو لاسعار النفط على المدى القصير. من هون ممكن بعد نكفي بعد قاع بسيط ونبتدي موجه تصحيح بالاتجاه الصاعد مستوى 58، من ثم مستوى 49، وارتفاع ويف بي لمستويات ال 60 او ال 61، ومن ثم ضغط سلبي على المدى الوسط للطويل لزياده مستوى ال 39. هذه المستويات المنتظره لاسعار النفط، ومنكون طبعا حصلنا على موجات تصحيحية لتصحيح المؤشرات الضخمة. هلأ بجلسة اليوم عندي كرود اويل انفنتوريز، هل يا ترى ممكن نحدد الكرود اويل انفنتوريز؟ هل يا ترى ممكن نقدر نحددها بشكل بسيط وبشكل دقيق؟ شو ممكن نعمل او نستثمر؟ طبعا لا، من وراء التقلبات السمير يعني الانخفاضات الضخمة اللي حصلت، لا يمكن تحليل التقني ممكن يحدد اذا بدكم موجات بسيطة وصغيرة. يعني انا بتمنى منكم اليوم على الكرود اويل انفنتوريز او على طبعا يعني مخزون النفط، ما تقدروا تدخلوا بمراكز النفط الا اذا في حال عندكم مراكز اوريدي شراء مبيع. اما بالنسبه لليو اس دي سي اتش اف، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، انا بشكرك. اليو اس دي سي اتش اف عم يتحرك عكس اليورو دولار، اليورو دولار عم يبتدي بموجه تصحيحيه باتجاه الصاعد، عم نلاحظ على رسم بين اليوم او الاربع ساعات، ومن وراء ايضا الاشاره الايجابيه اللي حصلنا عليها على الاسترالي دولار، ممكن نتوقع موجه تصحيحيه بسيطه لزوج اليورو دولار باتجاه الصاعد. فبهيدي الحاله طبعا ممكن تضغط بشكل سلبي بموجه تصحيحيه بسيطه لليو اس دي سي اتش اف. انتم بتعرفوا على رسم بين الاسبوع تم اختراق مستويات مهمه جدا، وهذه المستويات اللي هي طبعا ما عم نقدر نغلق فوقها برسم بيان اسبوعي، ولكن بالفعل تم اختراق اللي هي ال 1.01 مع خط مقاومه رئيسي على رسم بيان الاسبوعي تم اختراقه. فبهذه الحاله اتوقع انه ممكن من وراء هذه الموجه التصحيحيه البسيطه اللي هي رح يمشيها بعكس اليورو دولار، بما انه اليورو دولار والستيرلين عم بيعملوا موجات تصحيحيه باتجاه الصاعد، اتوقع انه يكون عندي موجات تصحيحيه باتجاه الهابط لليو اس دي سي اتش اف، ولكن تكمله اتجاه الصاعد على المدى الوسط للطويل. اذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار الارتفاع، هذا الارتفاع ممكن يكون ليدنج ويف 1، يعني عم نتكلم هون على انتهاء او على موجه بالاتجاه الصاعد، ومن الواضح انه عندي اذا بدكم شكل مثلث ميل على ارتفاع، وهذا المثلث عاده بكون طبعا سيناريو ايجابي. عندي 1 2 3 4 5 اللي هي ويف 1، ممكن نبتدي بموجه تصحيحيه بسيطه بالاتجاه الهابط، ومن ثم نكفي اتجاه الصاعد على المدى الوسط للطويل. بنكون بهذا الانخفاض سجلنا ويف 2 او موجه تصحيحيه بسيطه قبل تكمله اتجاه الصاعد. هيدي بالنسبه لليو اس دي سي اتش اف، وبما انه الفرنك السويسي هو من العملات الرئيسيه اللي كان عنده كورليشن او علاقه ايجابيه او عكسيه عفوا بين اسعار اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده واليو اس دي سي اتش اف. هلا بالنسبه لي طبعا اليو اس دي كاد واليو اس دي ين من العملات الرئيسيه اللي بتعرفوا رايي فيها، بتعرفوا انه اتوقع تثبيت هذه المستويات للدولار ين وبدايه موجه هبوط جديده واندفاعيه اقله تصحيحيه، يعني رح نعتبرها من وراء هذا الارتفاع اللي هو يلقب باكسباندنج اندنج تراينجل، خمس موجات ارتفاع بالاتجاه الصعب مثل اسعار النفط، نفس الشيء هذا السيناريو. اتوقع ويف 1 2 وتكمله اتجاه الهابط بويف 3 او ويف بي او ويف سي تلقب، بغض النظر عن اللقب او تسميات الموجات، اتوقع زياده مستوى ال 110 على المدى الوسط للقصير قبل ما نرجع نفكر بالاتجاه الصاعد. طبعا ممكن يكون الدولار ين على المدى الطويل عنده سيناريو ايجابي، ولكن طبعا اتوقع تكمله اتجاه الهابط على المدى القصير. اما بالنسبه للدولار كاد، هذه المستويات اللي تم تثبيتها مستويات مهمه جدا باستعمال فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، تم تثبيت مستويات ال 76.4% اللي هي تعتبر
اذا بدكم كحد اقصى انتهاء موجه رقم اثنين. فباخذ بعين الاعتبار تثبيت هذه المستويات، اذا فحلنا نبتدي بالموجه الاندفاعيه بالاتجاه الهابط اللي هي موجه رقم ثلاثه، طبعا راح تكون من هذه المستويات لزياده مستوى ال 127 او حتى ال 125 على المدى الوسط للقصير. هذا اخر امل لليو اس دي كاد او للدولار الكندي لبدايه موجه اندفاعيه جديده باتجاه الهابط، هذا اخر امل له من هذه المستويات انه نبتدي بالانخفاض. فطبعا نحن داخلين بمراكز بيع على اليو اس دي كاد، داخلين مراكز بيع على الدولار ين، مع وقف خساره على 114.80 على الدولار كاد، وقف خساره 132.90 رح ندخله هلا 1.3295، هذا هو وقف الخساره لاسعار الدولار كاد. اوكي، فطبعا بالنسبه لي الموجه الاندفاعيه بالاتجاه الهابط على الدولار كاد من هذه المستويات مميزه جدا، لانه بتبتدي بالموجه التصحيه البسيطه لاسعار النفط، وبتعرفوا النيجاتيف كورليشن الموجوده بين الكندي واسعار النفط. هلا بالنسبه للمعادن عم نلاحظ اسعار الذهب عم بتواجه اذا بدكم بعض التقلبات او التذبذب الافقي قرب مستويات او بين مستوى ال 1205 1204 ومستويات تقريبا ال 1199 1196 كحد اقصى. نلاحظ هذه المرحلة الأفقية، ومن الواضح أنه من وراء الضغط السلبي اللي هو مسيطر عليه فريق الدبب، مرحلة أفقية بامتياز نتوقع تكمل اتجاه الهابط للأسف على المدى الوسط للقصير بجلسة اليوم أو بجلسة غدا كحد أقصى. لازم نبتدي بالاختراق، وأيضا نرجع نزور مستوى 1190 1190 وحتى ممكن مستويات إذا بدكم 1177. 1190 هو أول هدف لنا، ولكن منه هدف هالقد رئيسي على المدى الوسط للطويل. انتم بتعرفوا لازم نزور مستويات ال 1124 اللي هي على راس البيان الاسبوعي، لا تثبيت قاع مزدوج اللي هو طبعا بالتحاليل التقنيه البسيطه، ومع تثبيت قاع قمه مزدوجه او دبل توب نتوقع تثبيت قاع مزدوج بالمقابل اللي هو الدبل بوتم قبل ما نفكر بمراكز الشراء على المدى الوسط للطويل، اذا في حال بعد عنا سيناريو ايجابي على اسعار الذهب. وطبعا من الاكيد انه ما راح تكون هذه السنه، ممكن تكون بالسنه القادمه. يعني بالنسبة لي طبعا أسعار الذهب تثبيت مستوى 1120 مهم جدا. تكلمنا على اليورو دولار بشكل دقيق انه ممكن يبتدي موجه تصحيح باتجاه الصاعد، الاسترالي دولار عاطيني اشاره ايجابيه اللي هي طبعا نمط احتوائي على راس بين اليومي، وهذه اشاره ايجابيه اذا في حال انخفض لمستويات ال 91 او ال 81، يعني 10 نقط من هذه المستويات رح نقدر ندخل بمراكز شراء ونبتدي بالاتجاه الصاعد طبعا، ومن نرى تثبيت هذه المستويات. فطبعا ممكن ندخل باي ليميت اوردر على هذه المستويات، باي ليميت اوردر مركز شراء امر معلق بالشراء، ولكن ما بدي اياه يكون امر معلق بخلينا نقول عقد كامل، راح ادخل بنصف عقد. اوكي، باي ليميت اوردر او امر معلق للاسترالي دولار 7191 بنص كونترا او عقد نصف عقد. اوكي، طبعا اداره المخاطر مهمه جدا. pending order باي ليميت اوردر ات برايس 0.7191، يعني نحطها 93 خلينا نقول، لناخذ بعين الاعتبار اذا بتكون الفرق بين سعر الشراء والبيع او البيد والاسك، مع وقف خساره ستوب لوس على 0.7160 هذا هو عفوا تحديد الخساره اللي هو امر معلق بالشراء. اوكي، امر معلق بالشراء على هذه المستويات اذا في حال تلامست معها نتوقع تكمله اتجاه الصاعد، مع وقف خساره تحت اخر قاعه تسجل عندي اللي هو 0.7160 او 71.60. هذا هو السيناريو على الاسترالي دولار. كنا تكلمنا على اسعار الذهب، كنا تكلمنا على اليورو دولار والسترليني دولار بموجه تصحيحيه، داخلين بمراكز بيع على الدولار كاد واسعار الدولار ين، نتوقع ضعف الدولار الامريكي بالجلسات القادمه. الاس بي 500 عم بكفي الضعف له والداو جونز، وانتم بتعرفوا انه انخفاض هذه المستويات لمستويات بعد اوطى راح تكون مستويات مغريه للشراء لتسجيل قمم جديدة واختراق آخر قمة سجلت عندي اللي هي قمة 1950. يعني بعدنا أتوقع سيناريو إيجابي للعملات إذا بدكم أو للمؤشرات الأمريكية على المدى الوسط للطويل. ما تقدروا تدخلوا، أهلا وسهلا فيك بهذه الجلسة، صباح الخير. ما تدخلوا بالاتجاه المعاكس اللي هو الاتجاه المضاد للأس بي ولا الأكويتيز. الأكويتيز عندهم اتجاه ضخم جدا، وبعد ما ابتدينا بالسيناريو السلبي على المدى القصير فما بيحق لنا ندخل بمراكز بيع أو بالاتجاه المضاد اللي ممكن يتوقعوا على الاس بي 500 او على الداو جونز والمؤشرات الامريكيه.
أنا بتشكر وجودكم لإلي، وجودكم بهذه الجلسة ودعمكم لإلي بشكل يومي. اليوم بجلسة بعد الظهر رح يكون أيضا عندي شرح استراتيجية تداول معينة، وطبعا على المدى القصير رح يكون عندي استراتيجية تداول الكسر السعري، تلقب بالكسر السعري بغض النظر عن اسمها، هي استراتيجية مميزة. رح أعطيكم التاريخ بالضبط، رح يكون عم نعلنها على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. أنا بتشكر دعمكم لإلي ووجودكم لإلي بشكل يومي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو، وطبعا تزورونا على مدونة تكمل اللي هي عم نعمل فيها أبلود بشكل يومي لأبرز الأخبار. تكلمت اليوم على الأسهم الأسيوية، وطبعا شو تأثير على العملات الرئيسية وعلى أسعار النفط. وبهذه الحالة إذا تدخلوا على اسمي على مدونة تكمل اللي هي تدخل عليها من www.tikmal.com، تضغطوا على مدونة تكمل، وكان ممكن تضغطوا على اسمي وتشوفوا أبرز التحاليل اللي عم بقوم فيها اللي هي أسعار النفط، ويعني الدعم لأسعار النفط و خلينا نقول الاسهم الاسيويه واليورو دولار واسعار الذهب والى اخره. عم نقوم بتحليل مميز جدا، وايضا عم بحط لكم رسوم بيانيه. يعني اذا بتلاحظوا على اسعار النفط من هذه المستويات، مستويات ال 69 دولار او 70 دولار، توقعت انخفاض بويف اي لمستويات ال 50 دولار 55، بيرجع ارتفاع ويف بي وانخفاض. فهذا السيناريو المفترض على اسعار النفط على المدى الوسط للطويل. فطبعا بالنسبه لي اتوقع هلا السيناريوهات المفترضه، اذا بدكم تزوروني على مدونة تكمل كرمال لنقدر نحدد اذا بدكم سويا ايضا ونتكلم بعض الاقتصاد. يعني السيناريوهات التقليديه او خلينا نقول التقنيه على الرسوم البيانيه مفيده جدا، ولكن تتابعوا بعض الاخبار السياسيه وبعض التشنجات الاقتصاديه اللي عم تحصل عبر الدول الكبرى، طبعا لازم تزورونا على مدونة تكمل لتشوفوا ابرز التحاليل الاقتصاديه اللي عم نكتبها. اليوم بجلسه اليوم الاجنده الاقتصاديه عندي الكرود اويل انفنتوريز، وعندي السي بي اي على الدولار الامريكي، ولكن اي شيء اخر منه شيء مهم او تقلبات رح تكون عاديه بالنسبه لي بجلسه اليوم. بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله بكون نهار تداول مثمر لكم. كان معكم محلل تكمل جزاف دهريه من شركه تكمل. الى اللقاء.